العروض من اجتي جتي من المصارف الحكوميه والمصارف الاهليه، يعني انا دائرتي يمكن 16 عرض جاء، بس تفاجئنا انه انت تطلب غزال يجي ارنب، تطلب ارنب يجي كرنب. يعني انا شخصيا اختاريت مصرف التنميه الدولي، لانه انا معمل مستشار لرابطه المصارف الخاصه، من غير المنطق انه اوطن بحكومي وانا مستشار المصارف الخاصه. اجتي رافدين، زين ليش الرافدين؟ قال لك التعليمات من فوق تقول رافدين، فاضطريت انه بعد شهرين انه ارجع بمعامله معقده واروح اجيب براءه ذمه من مصرف الرافدين من الاداره العامه حتى احول على مصرف اهلي اخر. فهذا التعقيد اعتقد انه اتفاقات بين الادارات العليا كوزارات مدراء دوائر بحصر التوطين على الرافدين والرشيد والتي بي اي. ولذلك اشوف تقريبا 90% مثل ما اشار الدكتور محمود 90% 98 نحو المصارف الحكوميه الان بدوا، لانه يحسون معامله يعني سيئه. يعني صور واحد من المصارف انا زرته حكومي اي يم الصراف مكتوب احذر النشالين داخل المصرف. زين اي والله داخل المصرف والله داخل المصرف داخل يم الصراف يم المحاسب محاسب مو صراف يعني. محاسب إيه لا يم المحاسب يم المحاسب داخل يعني منا الفتح الحساب منا الائتمان منا المحاسب تروح مكتوب فوق احذر النشالين. زين هذه وين؟ يعني حتى بالهرج هم ماكو هاي القطع، ومصرفين هم مو مصرف واحد. زين شلون تريدني اني اروح وامن والاجراءات معقده وروتين وعدم احترام بالمصارف الحكوميه؟ تروح المصارف الاهليه، اولا ماكو هذا الازدحام، الاجراءات اسهل واخف، اكو نوع من يعني انا جاي دا اودع فلوس ابتسامه اي يعني مشكله هذه يعني الرشيباته. لا لا دكتور انا جاي دا افتح حساب بفلوسي مثل ما يقول بالمثل الشعبي، يفترض انه علاقه احترام. صحيح، لكن هذا جزء من السلوك المصرفي. يعني انا راح احكي لك وحده، يمكن شويه انظمه الكترونيه وتكنولوجيا انه تضغط مالتك السرعه وين تروح انت باي فرع تستطيع عن نفس الفرع الرئيسي والمكان اللي وطنت فيه. راح احكي لك وحده من الطرائف اللي معي. انا فتحت حساب باحدى المصارف، تدري هاي المشكله، واني كم حكوميه يعني، وانا ابن المؤسسه وحتما من اطب اي مصرف من المصارف القى واحد من طلاب اثنين، معاون المدير كان زميلي بالدراسه. زين فمن رحت دا افتح حساب، احنا متعودين سابق لانه انا عملت بالرافدين قبل انه اكتب معروف من قبلي. صح. قال لي لا هذه راحت بعد، شوف لك واحد يكفلك. منين يكفلني؟ قالوا اكو موجودين برا ب 25,000 عند حساب بالمصرف، رحت دفعت 25 يجي يكفلني، فتحوا لي حساب. رحت للاردن واحد من المصارف سألته شلون نفتح حساب؟ قالوا فوق مدير شاب حلو مرتب، تفضل استاذ سريع قدم لي قهوه، لا قال لي شاي، انتم العراقيين تحبون الشاي وشوكولاته، شو تريد؟ قال لي اريد افتح حساب. قلت له عندي $1,000 بس افتح بيها حساب، خاف احد يتعرض الى مشكله يفقد فلوس. فقال لي جيب الجواز، وانا قاعد يم اصور الجواز، فتح لي الحساب كمل، ومو بس هذه طلع قائمه بدا يملى الشهاده متزوج وين تداوم شنو هذه؟ قال لي هذه انت جمعت يمي 55 نقطه تقدر تسحب للمكشوف، لان انت شخص مضمون الى غايه ال $5,500 المكشوف. المكشوف وعنده 147 فرع ب 110 دوله، وانا جربت رحت من اليونان سحبت، من فرنسا سحبت، من دول الخليج سحبت، من تركيا سحبت، وكانه اني بالاردن. اكو فرق عملة التصريف بس، احنا ما عندنا هاي الخدمة. احنا لو عندنا مثل هاي الخدمات كل الناس تروح تفتح حسابات من المصارف. فهذه اشكالية، احنا راح نرجع على الثقافة المصرفية، هذه المصارف يفترض ان تقوم بحملة كبيرة حتى تجذب. هرمت هذه المصارف؟ ايه هرمت هذه المصارف، لانه من تشوف الكوادر اللي بيها كلها مو عندنا طاقات شابة مع اعتزازنا بكل الخبرات، لكن هسه على الاقل تعشيق وتسليم الراية هو هاي النقطة اللي نقول عليها احنا اكو الان فجوة فصل، لانه احنا من جينا حتى من جينا للتعليم العالي كانوا اساتذتنا موجودين دربونا وتعلمنا تلمذنا على ايديهم حتى نصير اساتذة. احنا الان اكو فجوة بالمؤسسات المصرفية، اكو كبار السن صاروا واكو موظفين، شو راح يتعلمون دولة؟ ما يتعلمون.